احنا طبعا قانون البيئه طبعا اول ما نزل طبعا هو حدد اماكن صيد اللي هو في جون الكويت من الابراج لراس حماره وحرم الحداقه انهم يمارسون هوايتهم يعني في المنطقه هذه من الحداق. اما المساله يعني القانون اللي يشمل البيئه طبعا احنا كاتحاد صيادين بناء على المرسوم الاميري 46 لسنه 1980 انه يمنع ممارسه الصيد داخل جو الكويت وبعيد عن السواحل الكويتيه 3 ميل وبعيد عن الجزر 3 ميل. فالقانون طبعا لما صدر اضر فئه كبيره من هواه الحداق اصحاب النزهه اللي يحدقون. هي العمليه لغايه الان لم تنظم لهم وكان هناك يعني شبه يعني اتفاق او اصدار قرار من الهيئه انها راح تقعد مع الثروه السمكيه وانها تنسق وتكون هناك ترخيص يعني لهم ان يمارسون هوات الحداق اللي داخل الجون. بس في بعض القرارات اللي في البيئه طبعا كانت عندنا مشكله في 1/2 اللي فات ان تم مخالفه 181 لنج وطراد داخل نقعه الشملان. للاسف الشديد يعني هذا الامر تكلمنا فيه كثير واتمنى ان ينتهي هذا الامر حتى يعني لا تكون هناك عقوبه على الاشخاص دون وجه حق او دون ذنب، لان موسم الربيان وقف 1/1 واللنجات اغلبيتها كانت واقفه. فالصيادين اللي موجودين غادروا البلاد غير موجودين، طيب لما يكون اللنج واقف في نقعه الشملان وهذه سنوات نحن يعني تقف فيها اللنجات بعد نهايه موسم صيد الربيان واساسا هي تراث من تراث الكويت فيتم اخذ ارقام عشوائيه ويتم مخالفه 180 ولم يتم ضبط اي شخص القى مخلفات او القى اكياس او القى اوساخ ونتفاجئ ان في جهات تعلم بالمخالفات لغايه الان الحين مرور تقريبا يمكن 7 شهور يمكن ما نعرف العدد اللي تخالف ولا نعرف الاسماء. طيب هم ليش تخالفوا؟ على اساس انه في نقعه الشملان طبعا لما تم حضورهم للهيئه واستدعائهم للهيئه في منهم اللي قال قطشيس وفي منهم اللي قال ماده نسيتها والله في منها ماده 43 اعتقد 143 او ماده 72 اللي قال انت وقوفك في نقعه الشملان للطراد انك غير قانوني وتاخذ 10,000 دينار غرامه وفي منهم اللنجات اللي قال انت وين تبدل زيتك؟ كرمك الله وين تخرج؟ جميع اللنجات الكويتيه وجميع زوارق الحكومه ما في حمامات ترى. لكن في النقعه في هناك طبعا حمام في الاتحاد كرمك الله وفي بالسوق يقوم يعني يقوم الشخص في حاجته. بس تبديل الزيت احنا طبعا لما محطه البنزين حطت تانكي جت البلديه خالفت الريال شال تانك البنزين تانكي الدهن احنا نبدل بعد ما نبدل نروح نسلم الدهن حق بنشرشي كاتفاق وياه ياخذه لانه هو قاعد يبيع بطريقه اعاده تكريره او محروق فما عندنا اماكن فقالت نبي وصولات يعني من المحلات هذه. قلت المحلات هذه منو فينا كويتي يروح يبدل دهن سيارته ويقول لا اعطني وصل الا اذا كان عندك سايق تطلب منه الفاتوره. فالامر هذا اللي وجهت لنا التهم هذه ان اللنج والطراد قط كيس. فانتم عندكم يعني مشكله مع تعنت الهيئه العامه للبيئه؟ هو شوف هو احنا دخلنا في مواضيع كثيره وياهم طبعا طرح الموضوع هذا في لجنه الخدمات. لا انا اقصد ابو سعود لائحه البيئه نفسها انتم عندكم اشكاليه؟ هذه لغايه الان المشكله قاعد نواجهها بس الان في مثلا اللي قاعد يقوم في صيد الميت داخل جون الكويت في المنطقه الممنوعه والمحظوره يتم تحويله الى البيئه. على اساس ان عقوبته تعتبر منطقه محظوره ومنطقه طبيعيه وهذا الامر احنا نعلم فيه ان الميد ودائما عامه الكويت ما تعرف الا الميد داخل الجون. احنا دائما كنا نشتغل في صيد الميد داخل جون الكويت. لم يتم اخراجنا من جون الكويت على صيد الميد وحطوا لنا مناطق محدده الا بعد نفوق سنه 2001. سنه اي 2001 نعم كتبنا احنا كتاب للهيئه قبل فتره ان يكون ممارسه صيد الميت فقط في جون الكويت بوجود دوريات الثروه السمكيه باوقات تحددها الثروه السمكيه بحمايه الثروه السمكيه اي مخالف حتى ان نوفر اسماك للمستهلك لان هناك من يعني تذمر من بعض السلات توصل 70 دينار و65 دينار للميت. اي نعم المطاعم وصل الكيلو فيها تبيع لغايه 3 دنانير ونص اصبح شحيح الميت وهناك تخوف من الصيد في المنطقة هذه لأنها قاعدة تعرضه إلى مخالفة جسيمة داخل جون الكويت.
فلغاية الآن لم يأتينا الرد من الأخوة في البيئة. أضف إلى ذلك أن هناك قاعد يصير عندنا بعض الأحيان نفوق كثير في سالفة الميد. هناك عندنا سبب غير أربع محطات كهرباء، رأس الصب، رأس حمار، مينا شويخ الشرقية والغربية، ومينا شويخ الدوحة الغربية والشرقية وشويخ. فالنفوق قاعد يصير في الميد. فحتى كذا مرة يكلموني الإخوان في وزارة الكهرباء عندهم مشكلة ما شاء الله من كثرة الميت، كثرة الربيان، كثرة الدول قاعد يسكر عليهم المصافي، وشفنا قبل فترة في منطقة الشعيبة هذا الأمر قاعد يعيق. فهذا يعني عدم صيد الأسماك داخل جون الكويت أدى إلى احنا فقط نطلب الميت لا أكثر. الميت هي سمكة ساحلية وسمكة تتواجد داخل الثلاثة ميل وفي جون الكويت. يعني أنتم هي مشكلتكم مع الهيئة العامة للبيئة أنها ما تخليكم صيد الميت؟ لا احنا المخالفة هذه هي الجسيمة بالنسبة للبيئة. ممتاز. لغاية الآن إحنا عندنا المخالفة اللي حصلت في نقعة الشملان، ولكن أيضا لحد الآن قاعدين إحنا نطبق قانون الثروة السمكية اللي يمنع علينا الصيد جون الكويت، ما زلنا مستمرين فيه وداخل الثلاثة ميل وبعيد عن سواحل الكويت. تمام.